بيريبي بيريبي والبطولة الإفريقي أو لا 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 أو لا 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 فيفا فرز الصياع، هذا هو اللي نقوله لكم، وهذه النادي الإفريقي، وهذاك حقنا المرتبة الأولى، الانتصار على ترجي جرجيس بنتيجة هدف مقابل صفر، الهدف يسجله بلال آيت مالك في نهاية الشوط الأولاني، ويكتفي النادي الإفريقي بذلك الفوز على العينين. هل الانتصار هذا واحد بلاش كان على العينين باش ما ياخذوناش بالعين، راهو المناورات باهية والدنيا باهية والأمور كي تمشي هكا باهية، كان ربحنا خمسة ولا ستة نتحطوا في القناص كما صار ريان قبل، هاكا العينين باهية تجبد نسبة المشاهدة باش تبقى شايخ وعامل جو وتبعد عليك العينين الخبيثة، لذلك حتى النادي الإفريقي نفس الشيء، بعدنا علينا البعض الأعين، واحد بلاش يكفي، الحمد لله، نتيجة واحد بلاش، المرتبة الأولى ولا تكلمني، ما تكلمنيش ابعدني، اللي بعده زي نساعده، شكون بعده؟ بعده النادي الصفاقسي، إن شاء الله الانتصار على النادي الصفاقسي. النادي الافريقي اليوم لعب باش نحكيو كوره، لعبنا بطريقه تكتيكيه واضحه وما فيهاش حتى نقاش، وهذه يلزم تصير احيانا، يلزم النادي الافريقي يلعب بمثل هذه الطريقه، على خاطر ترجي جرجيس قاعد يترصد فينا يحب يلعب على الهجومات المعاكسه، لعبنا له بلوك با وقاعدين نلعبوا وحده وحده باش ما نخليوهمش يلعبوا على نقاط قوه يمكن يتخيلوا في مخاخهم ينجموا يفاجئونا، وهذا اللي ما صارش. الملاحظه لعبية النادي الإفريقي اليوم كانوا بطريقة متوسطة متاع فريق كبير، ولكن وقت اللي ولينا احنا مش نلعبوا شوية على الهجومات المعاكسة، ترجي جرجيس للناس اللي تفهم كورة بقى في المكان متاعه، ما حاولش يخرج، ترجي جرجيس اليوم خايف ليك سكور، هذاك علاش بقى محافظ يلعب بثلاثة في اللاكس ويلعب بخمسة في الوسط ومهاجم، حتى وهم خسرين باش تحطوا في بالكم النادي الإفريقي تخوف، النادي الإفريقي زعيم كرة القدم التونسية في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى من عام 2019 ما تحصلناش على 9 نقاط، كان في بالكمش من عام 2019 ومن عام 1990 ما تحصلناش على 12 نقطة، معناها نحمدوا ربي ونشكروه، ترتيب مشرف جدا. جمهور النادي الإفريقي بعد ما وعدناكم ديما الانتصار في جولة الانتصار، ما تنساوش الابوني والبارتاج للقناة والنبيل ريغن سبور وقناة النادي الإفريقي رقم واحد بدون نقاش، ومن جينا مبروكين على كلوب أفريقيا عندنا مدة، والجمهور يعرف الشيء هذا ويعرف كيفاش النادي الإفريقي كانت في الحضيض وقاعدة ترجع، والحمد لله، الحمد لله النادي الإفريقي. التشكيلة متاع اليوم اللي هبطت كانت على النحو التالي، مش نعطيكم التقييم وكل واحد حر في التقييم تاعو في الجمهور اللي تبع فيا، الغيث اليفرني مش نعطيوه اليوم 7 من 10، لكن الفرصة اللي منحها وقت اللي تضرب الزعلوني الشوط الثاني، هاك الضربة هذيك وقت طايح قدامه وخرجوا ملاعب جرجيس راس راس من ألطاف الله، جات في يديه من ألطاف الله على غالب. بالنسبة للزعلوني باش نعطيه 5 من 10، وأنا مازلت مانيش راضي على الزعلوني بطريقة اللعب نتاعو، مازلت متأكد اللي دفاعيا الزعلوني ماهوش بتاع النادي الإفريقي، ولكن اليوم قدم مقابلة متوسطة، ما نجملش راهو ما نجملش. بالنسبة للظهير الأيسر تيني ويلز، تيني ويلز باش نعطيكم تقييم لتيني ويلز، هاي سيدك 30 على 10، وكل واحد يفهم ثم تقييم 30 على 10، مادام قلت 30 على 10 والفهم يفهم. حمزة بن عبد الملاعب المفضل نتاعي بالنسبة في النادي الإفريقي نعطيه 10 على 10، ياسين بوعبيد الملاعب الآخر المفضل بالنسبة لي أنا في الكليب أفريكا اللي مكانه أرياد دروا وقت اللي يرجع علي يوسف وإن شاء الله بتوفيق به، 10 على 10. بالنسبة لوسط الميدان سيمو كولا لاعب بيفو كلاسيك اليوم بدون حتى ديشي، ما يعملش ديشي جملة، ما يعملش حتى أخطاء، 10 على 10. معتز الزمزمي 15 على 10، ملاعبي بالرسمي أكل ملاعبية فكرني بزمان الدراجي وزمان أكل ملاعبية الكبار اللي يحط كرة قدامه يراوغ بيك بكل سهولة ويركع كونترول يركع كرة ويعدي لك الباس، ما عندوش مشكل، السهل الممتنع مع المراوغة السهلة ومع اللياقة البدنية، برافو 15 على 10. الحمد العبيدي 5 على 10، حمدي العبيدي حبيتك تسجل ما سجلش مش مشكل، حمدي العبيدي جاد الفقير بما لديه، اللي قاعد يعمل فيه يا خويا اهلا وسهلا ومرحبا. بلال ايت مالك باش نعطيه انا 10 على 10 نظرا للهدف اللي سجله، واللي هو كما قلت لكم راه بلال ايت مالك اللي كان ثم من الملاعبيه اللي تتوقعوا باش يسجلوا الملاعبيه اللي انتدبناهم، خاطر هم اللي عندهم الديفيرنسا، لذلك بالنسبه لبلال ايت مالك هدف نعطيه 10 على 10، بسام الصرافي نعطيه 6 على 10، مازلت مانيش مقتنع بسام الصرافي في النادي الإفريقي كأساسي،
في انتظار كيزومبي، انا نستنى في كيزومبي ونتسائل من اداره النادي الافريقي من غدوه الحي نبدو في التسائل، تعطيونا توضيح وينو كيزومبي. في بالنا باش يكور الجمعه هذه، علاش ما وصلتش البطاقه الصفراء؟ علاش ما هي الفيفا قالت اوكي وين البطاقه الصفراء؟ كان ماهيش باش توصل وكل شيء ما ثم حتى مشكل، قولوا لنا خلينا نقتنعوا بالصرافي ونشجعوا الصرافي من هنا حتى للميركاتو الشتوي، ونبقوا ناقصين انتداب ولا شنو، المهم تشوفوا لنا حل في الامر هذا ان شاء الله. بالنسبه للمعوضين، عبد الملك قلالش طلع طفل طلع كوارجي، كوارجي كوارجي عبد الملك قلالش يهبط في بلاصه صغير ملاعب كبير ياسر، الصغير نقطة فهم ضعيف جدا ضعيف جدا. بالنسبة لقلالش ملاعب كبير ياسر، ملاعب بصراحة يجي صنع ألعاب من زمن العباقرة كما كريف، هذا يفكرني في كريف الأصلاني، صنع ألعاب بالرسم، يخرج كرولونس طويلة يخرج كراس راس ماهوش يفدلك، يخرجك يحل اللعب يعمل في الأوبسيونات الكل، كفرونات عنده مخالفات ممتازة، توزيعات جانبية، ملاعب كبير قلالش بالرسمي ربحناه، طفل صغير 19 سنة ويعمل كيك، وإحنا ادم قرب صغير وها كبر عمره اكبر منه باربع سنين. بالنسبه لادم قرب اللي هبط في بلاصه العبيدي، ادم قرب الكره اللي خرج راس راس، خرج راس راس وحب كفره، لا ماهيش كفره راه، شو نزيدكم حاجه اخرى، ادم قرب وقت اللي خرج بالكره الكره تمشي وراه ورا ساقيه ويحب، يا ولدي يا ولدي يا اخي شنو يا اخي في بالك الكره جري، هي يا ولدي الكره تجري وانت وراها، مش انت تجري والكره وراك ولا تجري حتى تشتخط على الكره، تخي فيك اخي ما ثمش ادفرسير قدامك يجري دز الكره وانا فايز علاش نخلط، شكونك انت اخي يوسف بولت باش تخلط وتفوت للمنافس، ما تنجمش تخلط عايش عايش، ما تنجمش تخلط الامكانيات نتاع ادم قرم نتاع لاعب يدز الكره ويذهب، لا مش معقول شيء هذا، مانيش راضي انا على اللاعب هذا، مانيش راضي انا، حبيت نشجع نشجع ما نشجعش حاجه النادي الافريقي، ثم تجي الملاعبيه توقت اللي يتصلح يتصلح، راه مش على حساب النتائج نتاع النادي الافريقي، راه الانتصار وبعد تصلح في راحتك خويا. بالنسبه للخضراوي، الخضراوي وقت اللي هبط هبط في لعبه تكتيكيه، نعرف برشا من جمهور الكلوب باش يقولوا لي راه الخضراوي اون بيز دو فورم، صحيح ان بو اون بيز دو فورم، اما راه مش على الاخر كانت عنده اصابه مع المنتخب، هذه حاجه. وثاني حاجه الخضراوي امتثل لتعليمات بيتوني، راه بيتوني حب يلعب بتوازن في الشوط الثاني، حب يلعب بتوازن ويقرا في اللعب نتاع المنافس، يجرب في البطوله التونسيه، جاب ربي ترجي جيس ماهوش فريق ينجم يسيطر من الطاف الله، ولكن الخضراوي من اللاعبين الكبار في النادي الافريقي باش ننتظروه في المقابلات الكبيره، هذا شيء واضح، ولكن ميسيرش باش حتى ملاعبي ما يضرب في روحه ويحس بروحه هدره كبيره. العرفاوي هبط كالعاده، العرفاوي نزينوا به في المقابلات كاحتياطي، ان شاء الله بالتوفيق للعرفاوي الساعه باش من حكيت عليه المره اللي فاتت بالبين، ان شاء الله بالتوفيق. على كل حال الانتصار هذا يخلينا احنا في المرتبه الاولانيه، ترتيب النادي الافريقي، النادي الافريقي في المركز الاولاني ب 12 نقطه، اهداف مسجلين ما شاء الله ايجابي 8، ماناش قابلين حتى بونتو 0 اهداف مقبوله، هذا دليل لحمزه بن عبده وياسين بوعبيد قلب الدفاع واليفرني في فورما، الحمد لله اليفرني قاعد يكون فيرمي بشويه بشويه ونشجعوه، ما عندناش حراس كبار في تونس، نشجعوا اليفرني تتلقاه في المنتخب، هذه حاجه. بالنسبه للترتيب، النادي الافريقي في المركز الاولاني ب 12 نقطة، معانا الاولمبي الباجي 12 نقطة واحنا بعاد عليه بفارق الاهداف، من اربع جولات نلقاو رواحنا احنا زوز فرق، بقية الفرق تتساقط كاوراق الخريف، كل مرة فريق يزيد ريكولي، خاصة المنافس اللدود للنادي الافريقي هو الترجي الرياضي، اليوم يتعادل مع المتلوي وبذلك نزيدو نكسبوا عليه زوز نقاط اخرين، بعد ما كنا فتناهم بزوز توا فايتينهم باربع نقاط، وهذه باهية في سباق نهاية البطولة، راهو نهاية البطولة باش يكون التنافس احنا والترجي والنادي الصفاقسي نسبيا والله اعلم، المهم احنا ديما موجودين، الترجي موجود، يمكن الصفاقسي يحاول ماهوش باش يستطيع ولكن باش يحاول، هذا هو يعني المنافس المباشر الاولاني اللي هو الترجي بعاد عليه باربع نقاط، المنافس المباشر الثاني اللي هو النادي الصفاقسي بعاد عليه بخمس نقاط وفي انتظار المقابله الجايه ضد النادي الصفاقسي، النادي الافريقي في العلاني، النادي الافريقي 12 نقطه، معانا الاولمبي الباجي 12، جرزيس تصبح 9 نقاط والبقيه شوف قداش بعاد علينا، الترجي 8 نقاط، الاتحاد المنستيري 8 نقاط، الملعب التونسي 7 نقاط هو النادي الصفاقسي والبقيه من اجل تفادي النزول، شبيبه عمران 6 نقاط، يعني النادي الافريقي اليوم
النادي الافريقي اليوم زاد كسب زوز نقاط اخرين على المنافس المباشر. مبروك علينا ومبروك علينا الموسم 104 للنادي الافريقي. غدوة الحي نعملوا فيديو احتفالي لعيد ميلاد النادي الافريقي. في عيد ميلادنا ننتصروا، ما تنساوش جمهور النادي الافريقي في هذه الفرحه بعوده الزعيم الى الصداره، ما تنساوش تعملوا كلابوني والجام ومع بعضنا الافريقي اقوى. وفيفا فورزا السيارة.